انضم معي الزميل عبد الرحمن السمير عن استمرار طواف الإفاضة وتوافد الحجاج. زميل عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك معي من جديد، كنت معي في النشرة السابقة، تحدثنا عن تفاصيل عديدة عن طواف الإفاضة، سير حركة الحجاج، كيف هي الأوضاع، كيف لامست مشاعر الحجاج حتى هذه اللحظة؟ نعم، صباح الخير لك مرة أخرى فيصل، صباح الخير أيضا لمشاهدي الإخبارية، وكل عام وأنتم بألف خير. إذا ما تحدثنا عن المشاعر فنحن نتحدث عن مشاعر رائعة جدا، صور نلتقطها داخل المشاعر في مختلف مواقعها أو تحاكي مشاعر لعلنا نتحدث أو أقل ما نتحدث عنها بأنها هي رائعة جدا، دموع كثيرة جدا، راجية الله المغفرة. إذا ما نتحدث عن الفرحة الاستثنائية لكافة الحجاج الذين قبلهم الله أن يكونوا ضمن حجاج بيت الله الحرام في هذه السنة، إذا ما نتحدث عن يعني روحانية عالية جدا رأيناها في أعين كافة حجاج بيت الله الحرام، كما يرصد لكم زميلي عبد الرحمن الآن خلفي كافة حجاج بيت الله الحرام في هذه اللحظة، ومن يتواجدون في صحن المطاف هم يستمرون في طوافهم داخل هذا الصحن. إذا ما نتحدث عن مشاعر عالية جدا وأيضا نتحدث عن روحانية كبيرة جدا نراها في أعين كافة الحجاج، أيضا نتحدث عن تنظيم عالي جدا. إذا ما تحدثنا عن تواجد الجهات الأمنية الذين يتوسطون حجاج بيت الله الحرام والذين يتواجدون في صحن المطاف حرصا على تباعدهم وفق تنظيم عالي، يعني منذ دخولهم إلى صحن المطاف باستقبالهم الخارج إلى وصولهم إلى وسط صحن المطاف يتم استقبالهم من كافة الجهات المعنية، سواء على مستوى رئاسة شؤون الحرمين أو حتى على مستوى الجهات الأمنية التي تتابع حجاج بيت الله الحرام. التوافد إلى صحن المطاف لا زال مستمر وفق خطط مستمرة على مسارات محددة لهم، كما ترى في الأرض فيصل وأيضا مشاهدي الخبرية الكرام هذه الخطوط التي تسير حجاج بيت الله الحرام بطريقة سلسة إلى صحن المطاف، والتي من خلالها يسهل لهم طوافهم بسلاسة وأيضا بسرعة تامة. نتحدث عن الحرص على التباعد داخل الصحن بتواجد كافة الجهات الأمنية التي تحرص على تباعد حجاج بيت الله الحرام حرصا على سلامتهم. نتحدث عن تنظيم كبير جدا، مشاعر رائعة جدا رأيناها في أعين الحجاج وأيضا في أعين كافة العاملين في هذا الحج لخدمة كافة حجاج بيت الله الحرام، تعاون كبير وأيضا فرحة كبيرة من قبل كافة من يتواجد في المسجد الحرام تجاه هذه المشاعر الرائعة جدا، والتي أنا شخصيا أيضا أعيش هذه المشاعر التي أراها في أعين كافة حجاج بيت الله الحرام. كل من يتواجد هو فرح بتواجده في المسجد الحرام لي يعني المشاعر العالية. إذا سمحت لي بس خليني أسألك عن الوضع الصحي وأيضا المراقبة الطبية لكل الحجاج، كيف رصدتها؟ أين هم المراقبون الصحيون في هذه اللحظة؟ صف لنا المشهد الذي تراه من أمامك. جميل، إذا ما تحدثنا عن تواجد كافة الجهات المعنية كما ذكرت لك كل القطاعات المعنية سواء على مستوى الأمنية أو حتى على مستوى الطبية، الهلال الأحمر يوفر أكثر من 150 متطوع هم موجودين في إطار الحرم وأيضا ساحات الحرم حرصا على سلامة كافة حجاج بيت الله الحرام ليتواجدوا في هذه الإطارات لمتابعة كافة الحالات الطبية. أيضا نتحدث عن أكثر من 13 مستشفى متواجدة في مكة، ثلاثة منها هي في المشاعر المقدسة والعاشرة الأخرى هي لدعم هذه المستشفيات. نتحدث عن يعني تعامل احترافي كبير من قبل الجهات الطبية وأيضا حرص كبير من قبل فرق الهلال الأحمر وأيضا من خلال المتطوعين وأيضا من خلال المتخصصين طبيا التابعين لوزارة الصحة الذين يتواجدون في كافة أرجاء المسجد الحرام حرصا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، جهود كبيرة. أيضا نتحدث أيضا عن الجهات الأمنية، إذا ما تحدثنا عن الدفاع المدني وأيضا الجهات التي تحرص على تسهيل مهام الحجاج في صحن المطاف، تكامل كبير واتفاق متكامل من قبل كافة الجهات الأمنية حرصا بالتأكيد على سلامة حجاج بيت الله الحرام وأيضا تسهيل مهام حجها. أنت متواجد في الحرم المكي منذ وقت باكر زميلي عبد الرحمن، وبلا شك شهدت توافد الحجاج لطواف الإفاضة، لو نتحدث عن معدل أو نسبة معينة كل ساعتين أو ثلاث ساعات كم يصل في هذه اللحظات إلى المسجد الحرام؟
جميل فيصل، لا توجد نسبة معينة محددة وأعلن عنها في المسجد الحرام، ولكن إذا نتحدث عن ما نراه في أعيننا إلى هذه اللحظات، التوافد لا يزال يعني مستمر، التوافد لعله بأعداد بسيطة إلى حد ما، إذا نتحدث عن استمرارية في استقبال الحجاج إلى صحن المطاف، البعض منهم هو يتواجد في الدور الأرضي أو ما يسمى لدى البعض بالدور الأول لتواجده في الظل، وأيضا البعض هو يتواجد في صحن المطاف تحديدا ليستمر أيضا بالطواف أمام الكعبة تحديدا. نعم، واللواء البسامي صرح للإخبارية قبل نصف ساعة من الآن أن الطواف متاح في جميع الأدوار وفق الخطة المعتمدة. آخر سؤال لك زميلي عبد الرحمن، بشكل عام كيف تسير العملية حتى هذه اللحظة؟ جميل فيصل، أقل ما يقال عنها عملية ذكية، عملية تكاملية من قبل كافة الجهات المعنية، وأيضا تفاعل كبير وهذا لابد أن نتحدث عنه من قبل كافة الحجاج الذين يتعاونون مع رجال الأمن. بالتأكيد هذا التكامل من قبل الحجاج وأيضا من قبل الجهات الأمنية والجهات المعنية مجملا هو تكامل واضح، خطط مستمرة وأيضا تعامل سريع وفوري مع أي أزمة قد تحدث لا سمح الله في المسجد الحرام وفي المشاعر مجملا. لذا نتحدث عن هذا التكامل، سلاسة وسرعة وأيضا ميزة مختلفة في هذا الحج الذي قد نتحدث عنه بأنه الحج الذكي. شاكر ومقدر لوقتك زميل عبد الرحمن السمير، كنت معي من الحرم المكي الشريف.